سلام قولا من رب الرحيم. نوخذه عسى ما شر. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نوخذه بلاك ايش فيك يا جماعه؟ الريال مشتاق لزوجته، طالعه ميود برقعه ويطالعه طول الوقت. يا ريال طب هالرمسه وشوفوا لنا حل. الحل عندي، حل عندي، بعد عليه شعر نفس الشعر اللي عديته على حرمتي يوم توفت الله يرحمه. مفلح، نحن بالريال تعبان المريض ولا بشعرك الله يهداك؟ هذا يوم اقول لك ناسنا بطبابات وناسنا بربابات. اسمعوني يا جماعة الخير، نوخذانا الله يعافي أمة محمد كأنه تعبان وايد وحالته صعبة، طول الوقت ماسك برقع زوجته ويبكي عليها. نبي حل يا جماعة الخير، هذا نوخذانا وحالته لا تصير لا عدو لا صديق. سمعت عن نواخذه وعرفت عن نواخذه وتخبرت عن نواخذه، نفس نوخذانا هذا ما فيه مول ولا يحتصل منه. يا حرام انه اذا غاص عدال الفجر ما يطلع الا الظهر، نسخ عنده نسخ. ما شاء الله علينا، اندلون دلون نوخذانا، هذا ابو يحز الفريق، هذا 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 ربيعنا، هذا اخونا، هذا عزوتنا. عفور عفور سووه بالغبه، ما شاء الله عليه ست ميادين فيه، ثلاثه منه ثلاثه منه. هوبس 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 هوبس، قوه عافيه ما
شاء الله. لا والشراع يا الله يا بيربع الشراع يربعه بيدي وحده نعم ما حدا له بيسويها غيره. أما طبخة طبخة ها؟ عضني من هباكل طشتونة؟ لا لا خلى غيرنا يتدوقها. يا الله تعال خلني أنا باكل يوم. يا الله ريحتها خنينة زعما. عضني باكل طشتونة. يا الله. أقول لك من زمان ما ماكل هاي الأكلة تدخيلك. مبهرة مبهرة حلوة. هاي عيال طمنونا يا جماعه مو بحاله هذه يا النوخذه احنا لازم نتصرف يا ابوي انا كل شيء سويت قرايه وقريت مساحه ومسحت وسم ووسمت حروز وسويت بس شرات عوق النوخذه ما مر علي يا عيال بارك الله فيكم نحن نبغي نعرف شو عله النوخذه كان تبو الصدق انا عرفت علته اي نعم لكن عاد ترى بعد انا ما متوكد زين ما زين لا هذا ابوي نوخذ عنده شيء داخله شيء يعني داخل نفسيته النفس النفس داخل شيء فيها زين نفسي النفس طب نعرف شو النفس النفس انت بعد الكوش تسوي عمرك ما تعرف النفس ترى كل مخلوق فيه نفس داخلي نفس لانه النفوس اي واد الله الحين عندك النفس الاماره والنفس اللوامه والنفس الوسواسه نفوس يوم تلتقي النفوس تحت الكبد تقلب البارض فهي قلبه لي بارض الحين وهذه قلبه البارض يا جماعه تعجل يعني بالموت بسم الله الرحمن الرحيم يا كافي الشر رافع البلاء ابوي هاي الرمسه الحين ما بتنبحنا كلنا نعم يا ابوي خلونا نوديه ابوي نعالجه في دبي هي ولا بيروح علينا ناخذه بيموت زين توكلوا على الله منو قابضكم احنا متوكلين على الله لا خذوا فغلوه ويبلش شوي ترتيب بعض الامور يعني انتم ناس فاهمين انا اعتقد زين عاد شو ترتيب الامور يعني شو عندك ايش تبغى تسوي اعطونا انت ابوي امية ربية وحمالي ولدك يا العقرب امية ربية وايد يا مرزوق يا ابوي المية ربية نحن ما بناخذها ولا بناكل ميها نعم ابوي المية ربية ناخذها ويانا يبا اكل يبا ماء يبا شيء هذا طريق احنا ما نندل شيء زين 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 المية ربية وعرفناها الحمارين حق شو سيروا يا صلوح لا 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 صلوح ابوي انا ما بنهي وياه نعم يقلب ابن هذا ما يعرف يسوق الباتر الحمار خير وافهم منه خلاص خلاص ابوي انتوا مهلوني ليل المساء وان شاء الله اموركم طيبه يا ولد يا مدك هذا الحمار اللي طلبتوه يا مرحبا ابا ايه يا ولد هاي البيزات اللي بغيتوها سمعوني عاد انه خذها عندكم حطوه في عيونكم لا تقصرون عليه وشوفوا انه خذها تعافى الحمد لله ما تعافى بعد الحمد لله رد الفريج يا مرحبا به ما رد قضاء وقدر لا حول ولا قوة إلا بالله ولا تحاتون ترى الفريج في نوخذه فيه لكن انتم مو دارين بالكم ولا بطلين عيونكم عدل ايه ايه مصائب قوم عند قوم فوائده ايه ولدك يا العقرب لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله رب العظيم من كل ذنب عظيم أستغفر الله رب العظيم أنا أبوي قايل ليكم أبوي أنه خذ أبوي من داخل النفس النفس تعبانة عنده شيء عنده نعم الأمل بالله ثم فيكم يا ولدي يا حدك ويا مدك انتبهوا لعماركم زين ما زين وهالله هالله في النوخذة نبغاكم ترجعوه بصحة وسلامة بإذن الله بس
صراحة يا واد الله أنا تعبت، وصلنا نص الليل ما عارفين وين ندق براسنا. يا فوق المشكلة لنا قمر ماشي يا الظلام دحبس. ظلام دحبس؟ هذا كله من شورك أنت ومن بلاويك أنت. لا يا ود، يا ود خل عندك السكين هذا حطها مخباي، سبحان الله يطلع لنا ذيب ولا يطلع لنا شيء. يا ود يا ود الله يقطع بليسك قصيت يدي. ها يا رحت عمرك شو؟ ايه شل يديك على الحمار وسختوه الحين انتهى منك الحمار ما من ذوي يدي. تع تع يا ود النوخ هذا، يا ود النوخ هذا، يا ود النوخ هذا. تع النوخ تع. ها تع اصبح لي يدي اخ يدي يا اللهم يا واسع الحلم عظيم الكرم أذهب البأس رب الناس. اللهم إنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أذهب البأس رب الناس. اللهم بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. اللهم إني أسألك بعظيم حلمك ولطفك وجميل سترك أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين يا رب العالمين. أشهد أن تعا نأخذها تعا تعا ما شاء الله عليك ترى أنت عبالة بعا. يلا بي سنب الرحمن اركب على الحمار. يلا بي يلا قواك الله اركب. وش بيك خايا اركب بتمشي؟ ريحتنا وريحت الحمار. اطلق لي لك تك علي تك علي شو تك علي انا يدي من طرد رأي قصات يدي ما علي عالجناك. يلا ده ده تعب شا 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 تعب بارك الله فيك. الله كفارة وطهور ان شاء الله. يلا انت حين لو جاي بفنر ما كنت مريحنا من هالبلوة هذه. كان وش دراني انا عبالي بنرجع خلاص الظهر. فكنا لا يب عندك سكين يب عندك خنيه ساير تحرب انت. وش دراني انا حدك لا تسدك الا تنازعني الا تنازعني انا. انا لا نازعتك ولا شيء. نخذ انا ان شاء الله اخوان. كيف تحس عمرك الحين؟ لا حول ولا قوه. وش فيك نخذ انا وش فيك زين انت؟ لا تخاف لا تخاف ابوي اموت واعرف وش علته والله. بس خلاص دخيلك ترى يدي تعورني شوي شوي علي انه قذا دخيلك. فرختي يا جماعة إني وين؟ ما عند الروح اللي يعرفوا إنه تحتي ما يا بوك ما أنت تحتيك ماي حتى أنا تحتي ماي. نحن في البحر نحن نحن وين؟ تحتنا ما علمي علمكم وش يبدأ المكان وش وش فرنا بس واده هني وين يا واد الله تحتنا ما يا ابو خلاص اسكت فهمنا تحتنا ماي اسكت. حداك خير ما تخبرك يا حداك حداك نحن الحين حيين ولا ميتين ولا هذا اللي ياس استوينانا من عقب الموت قول لي ماذاك مو وقتك ماذاك مو الموت ما وقتك ماذاك نطب ندفن ندك بسكت ما بسكت ولا بنطع بتسكت تنطب غصبا عليك ما بنطع والله لو انت علي عينك اقول لك بتنطب ما بنطع بعد 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 منو هذا الصفادي منو اللي الصفادي سامحني سفيه سفيه ما ديدين علي دين القص ان شاء الله ما جبتك ظلام سامحني سامحني يعني في الظلام تجلسوا تتصافعوا قاعد يرجع الصفعة الحين تسمعوني انا يا جماعة الخير فكونا من هاي شوفونا حد شوفونا اي واحد يطلعنا من هالمكان شوفونا صرفة يا جماعة بدك؟ أحدا ما كانوا نفك لغبه قام يرمس انطلق حلقه
أمسى أنت مريض وحالتك لله وبين الحياة والموت وحين تنطقت. الحمد لله نأخذ أنا استوزان يا ناس نأخذ أنا استوزان. عاد يصير هذا يا مطوع؟ الأمر يا مفلح مكروه، لا تفتي بما ليس لك به علم. مكروه يا مفلح. يا واد الله، هذا مو بالحمار اللي أنا جبته وسافره وعليه حدك ومدك والنوخذة، مو بهذا هو؟ إي والله هو. ها شو رده؟ ما أدري يا جماعة الخير، هذا دم. دم شو؟ دم على ظهر الحمار. الله أكبر، لا يكون استوابهم شيء. ش قايل يعني؟ ش قايل يعني؟ فرسان قبل إذا دخلوا الحرب وانجتلوا يرد لحصان مالهم ويقول حق الأهل تراهم ماتوا. شر رمسي يا مفلح الله يهديك، ش قايل يعني يرد ويقول حق الأهل؟ كيف يعني؟ يكون على ظهره دم وأهلي يعرفون. يا مفلح يا مفلح بارك الله فيك، هذاك خيل وهذا حمار. يا رجال هم أهليين يتشابهون، كلهم يتشابهون. إي والله. فكونا فكونا من السالفة، خيل وحمار خيل وحمار، خلونا نروح والضحى ان شاء الله نتلاقى ويا اهل الفريج ونتشاور شو نسوي. على بركة الله. سبي الله ونعم الوكيل. شو شي تا 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 لا حول ولا قوة الا بالله. أربعكم الله عقيتونا في الطوي، توريبتونا وين عقيتونا وين؟ إيش والله بلشنا يعني إيش اللي يصير وياهم؟ دوك رقود والله راقدي. أي أي نشو أنا أبوكم ترقود، شوفوا أنتم وين يا عزين؟ أنا أبوكم كيف يدعلكم ترقدون في هذا البعي؟ حدك ليش قوامتني من الرقود؟ اسمني حلمت حلم وايد غاوي، تقدمت حق بسرة بنت النوخذة وكانت زوية والنوخذة استوى عمي وافا. لا بركتم فيك ولا في أحلامك، عربك حتى هني ويعني استحلم هاي. نحن في حالة وانت في حالة، أنا النوخذة جدامك، أنا النوخذة جدامك. نزل عيدك غربالك الله وغربال الشور اللي شارتنا فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك فرت لك سكسوك تيش لا تنيك شنابي خلبت لك مقلة عين انت مو المغفين بالند فرحو. صح الله العظيم. هاوي هاوي ها نحن وين؟ نحن وين؟ يا واد الله السالفة هني وين؟ نحن طلع معكم في البرزة في البيلة سعدي وجدامكم هناك دلة القهوة ويلا تقهوة أبوي تقهوة. نحن وين؟ نحن وين؟ أربكم نحن في الطوي طوي غربلتونا عقيتونا في الطوي طوي طوي. سمعوني يا جماعة الخير، سمعوني يا أهل الفريج، نحن لازم نلاقي حل. لو خذانا وحدك ومدك أكيد صاير لهم شيء، وأكبر دليل الدم اللي لقيناه في الحمار. الحل عندي، بنسير ويا الحمار للمكان اللي فيه حدك ومدك والنوخذة، يا نحصلهم يا نلقى جثثهم. اي اي مفلح، شو هالحل هذا؟ قالوا لك حمار حمار ما بحصان. انا متأكد ان هالحمار امه فرس. اي نعم، ولا شو يابل هني؟ مثل ما يهني هو اللي بيودينا لهم. عادل عادل كلامك يا مفلح. نعم انا جايب الحمار يا جماعة، الحمار هذا أمه فرس مثل ما قال. تصدقوا يا جماعة الخير شكله ما عندنا غير هذا الحل. مفلح زهب عمرك، بنتحرك من الحين. نخذانا أنا عندي لك شور كان بالسبع شوري، بس لازم نكون على إيد وقلب واحد. الله يستر مورها الشور. قول إيش عندك. شوفوا النخذة أنت تدور هنا. ويت هنا لا تستغبى بابي، لا تستغبى كذا، انا مو لما داني انت تدور هنا
ويا حدق يركب فوق كتفك، ويا انا اركب فوق كتف حدق واطلع خاري عشان اطلعكم واحد واحد، على الاقل ابوي واحد ويطلع البقيه. اوه غفليك تباني الحين ازغتك واتفلك هني في هذا الطوي وتخيس وما حد يدري عنك. انا مو كان انا اوقف تحت وانتم تصعدون على ظهري، انا ريال مريض، انتم بديني تعالجوني، شقايل انا تم تحت. اسمعوني زين، شورى عدل، لكن انا اصعد فوق، انا اول واحد اصعد وعقب يركب وياي وانقذكم. يا الملاح يا الملاح، يوم بتلين بتلين، يوم بتسطن بتسطن، ما شاء الله عليك خيل ساير راب، وش فيك مريض ومريض؟ خلاص يا ابوي خلاص، ما بنختلف ابوي، منو اللي بيتم هنا واللي بيطع فوق الكذب الثاني، ما بنختلف. انا اقول لك من الحين، انا ريال شيبه تعبان مريض، انا ما اروح اشيل الاثنين بدل كل واحد قد هذا، انا اول واحد اصعد فوق، تبوا تحتوا انا اسحبكم. انت متاكد يا مفلح ان هذه هي الدرب الصحيحه؟ اي نعم متاكد، الحمار ما يغلط. خلينا نمشي. يلا صعد ابوي، يلا 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 ابوي، هاي يلا بسرعه دي دي يا ود عدل يا ود عدل. تعورت تعورت، شلوني وشلوني وشلوني، وانت اخف واحد فينا، ولا ظهرت ولا صعد سويت. طحت انت بسرعه قبل شيء، يوم طحت انا خلاص لما طاح الجبل كنت انسى كيلو. انا ريال تجين ما قدرت اتيمود، انت اللي اخف مني، ايش حق ما طلعت ما صعدت. يلا هوش صاحب الشوال، يلا دهديه تعلق. لا 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 ما بتعلق انا، ما فيني حتى احد دخلكم بنفقع بنطاح. لا تسووا ذا شيء، دخلكم لحد يهيب شور، ما انا ابغي اشواركم الدابره هذه كلها، خلونا جن الدابين اللي يمر علينا واحد ويشدنا، خلونا لا حول ولا قوه الا بالله. أبا صلي. مطوع ليش وقفت؟ أنا أقول يا مفلح إن مو بهاي الدرب الصحيحة. شو قايل؟ شو قايل بعد؟ غلطنا في الدرب. ما يصير يا مطوع، ما يصير الله يهداك. سود الله تويهك. قال لي هذا الحمار طالع على هلا من الخيول والأحصنة. هذا الحمار يندل مكانه، ما يغلط. أنت غلطان طوع. صدقك يا مفلح أنا الغلطان. أنا الغلطان إني سمعت كلام حمار وتبعت حمار. الأولية الله يسامحك. والثانية أكرمك الله. وأنت كريم طال عمرك. الحين نشوف لنا حل هالمحنة. المغرب قرب يأذن. هلأخنا هلأخنا يا أبوكم هلأخنا. أبا أبويا والماي ما يشرب عطاشة. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ. جن جن جن. البير مسكون، البير مسكون مسكون. تعال يا طيب تعال تعال، احنا ساكنين هنا ماذا؟ حتى لو إنه نقرا المعوذات تعشلنا. تعال أبويا بس. مطوع الحين وين بنصير نحن؟ الله ما أدري بك يا مفلح، ما بنت خبرتني أني عنتره والزير وكليب الحصان هو اللي خبر أهلهم عنهم؟ يلا تفضل حلها. أنا طفتني هالسالفة هذه، طفتني. شو؟ شو بعد شو؟ هذه لا كليب، عنترة، الزير، وهذا لا حدك ومدك والنوخذة. أنا لو الحمار أشرد عنهم،
قول والله. اي والله. اخطف قدامي يا اخطف. ايش قايل؟ خلنا ندور مخرج لهالمصيبه اللي طيحتنا فيها. بارك الله فيك. اخطف. يا جماعه الخير، دخيلكم شوفونا صرفه، شوفونا حل، خلونا نظهر من هذا المكان. لين نشوف لك صرفه؟ ما انت النوخده؟ ما انت المفروض شوف لنا دبره؟ ما انت اللي تقول انا ما خليت غبه ما ركبتها والحين ماني ما نطلع على منطوي؟ غبه في البحر، غبه في البحر، ما بغبه في الطوي. بسم الله الرحمن الرحيم. مدك شو فيك ابوي؟ شو؟ اخر عوره. ها؟ اخر عوره، انا عارف انها. بسم الله. اسال اقول ايش فيك؟ ويش فيك؟ احس ان حيسيايا بطني وبطني قاعد يلف علي. وابوي الشيء ما يعمدك، الشيء ما نخيتك، ما نخيت الذيب، خلى الماي طاهر، الله يرضى عليك ما وقتك. الشيء ما يعمدك، يود عمرك دخيل، الله يود عمرك. وين عمار انت يود عمري يا ابوي. ما في الشيمة، شد عمرك شوي بس، يود عمرك شوي بس، الله يسهل علينا الشيمة. ادخيلك ادخيلك، خلي الماي طاهر، بنطلع بنطلع نطلع ان شاء الله. هذا البير المسكون اللي فيه جن. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. ابوي مو مسكون، هذا الطوي مو مسكون ابوي. نحن وادم طايحين في الطويل، القدونا دخيل، الله ساعدونا شلونا، نحن مو برايبين نطلع. الفزع يا واد، الله شيل الفزع، فزعونا افزعونا دخيلكم، افزعونا افزعونا، الله يبارك فيكم اليومين داخل، الله يرضى عليكم، طلعونا دخيل الله. اسكت مزعق عندك، انا مزعق. لا 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 تسكت. شيل فالكم طيب، الحين بتطلعون. جزاكم الله خير. يا وسخ بنطلع، يا وسخ. اسحب ما ادري، شارب ماي البير كله. اسحب يا الله. جزاكم الله خير. وانتم شو جايب منكم هالبقعة؟ شو منزل لكم تحت؟ شو يا ابوك حشو يجيب هالبقعة؟ أنا نحن جايين من كيفنا. لا يا ابوك سايرين نتعالج. أنا كنت عويت وما بغيت أتكل على هذيله، سيروني عالجوني، بس ميهم عالجوني. يا بوني هنيها طاحين فيها الطوي، لكن الحمد لله ما كنت أرمس، الحين طلعت أرمس. الحمد لله، يوم الله سخركم لنا وانقذتونا، ولا نحن من صيد أمس. المهم الحمد لله على سلامتكم. اقربوا عندي البيت، فضلوا تتسبحون تتعشون، متى ما تموا توكلوا وانتوكلوا. كفيت ووفيت يا الأخو، قدر والله ساقك لنا. ما عليك أمارة، بس أبوي مدك نسيبي مصطك شوية وهم بنسن عن صكته. لا النسيب راحت عني الصكة، الأمور طيبة. مو أمور طيبة، توك ممتحن ممطحن تحت. قضيت حياتي في الطوي، بتم هالشكل يا ود عمري، ما أروم ينطر الطوي ولا انطر أنا. تبعته في الماي؟ اي والله. اخيت عليك اخي. انا والمطوع في الصحراء ضايعين، ندور ريال ولا جبيله ولا فريد، وكل يهون لان برد البلاد وبنشوف الحباي. بس بغيتك تخبرني الطريقة اللي تنفع أني أترجاك فيها أنك تسكت. خبرني وأنا جاهز. أنا غلط. ما عليك منهم، هاي تفارقون. هذا عمرها حصل. يا جماعة ها؟ يا جماعة نوخذانا نوخذها ها؟ ما شاء الله نوخذانا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك أبوي، الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. حدك ما شاء الله، حدك مدك. الحمد لله الأمور طيبة، أبشركم الحمد لله. الحمد لله على السلامة. نوخذها بشر، إن شاء الله أحسن، إن شاء الله أهون. يا أبوك اللي يسير ويا هذيل الاثنين ما يطيب.
ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم يا ابوك، من غير علاج من غير دواء قمت تطق ولساني طلق، والحمد لله هذا انا بخير ورجعت لكم الفريج. قمنا نحاتيكم صدقون، نحاتيكم محاتاه، من كثر ما نحاتي طرشنا المطوع مفلح يدورونكم، انتوا ما شفتوهم وانتوا جايين ما صادفتوهم. صدق ابوي وين طرشتوه؟ مفلح وين طحنا يا مفلح؟ ما ادري بس هذا ماي ووسخ وشي يتحرك وريحه شيء مو بزين. شو؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله.